وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ريف حلب الشمالي المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. بداية، الأمم المتحدة تقول إن أطفال مخيم الركبان يموتون جوعا ومرضا، كيف ترون تعاطي النظام الذي يحاصر المخيم مع الأوضاع القاسية التي يعيشها الأهالي هناك؟ موضوع النظام أخي الكريم، الجميع يعرف أن الشعب السوري رازح تحت نظام استبدادي قذر من أقذر ما أنتجته البشرية من أنظمة. لكن نسجل عتبنا واعتراضنا على النظام الدولي وعلى رأسها المنظمة الأممية التي تدعي الإنسانية، هي والولايات المتحدة الأمريكية ومنظومة الاتحاد الأوروبي، الذين ما زالون يفاوضون النظام. ما زال الممثل السوري ما يسمى بالشرعي الجعفري موجود في الأمم المتحدة يعطي دروس في الإجرام والتبريرات الكاذبة لكل المنظمات والمجتمعات الدولية. عتبنا على هؤلاء الذين يدعون أنهم يمثلون الضمير الإنساني. أما الشعب السوري أصبح بشكل عملي وبشكل يومي يتلمس جرائم النظام السوري، سواء في تدميره للمدارس والمساجد والكنائس وقتله للأطفال والنساء ومحاصرته للمخيمات. محاصرة المخيمات يمكن هذه أصغر جريمة قام بها حتى الآن رغم فداحة هذه الجريمة في مخيم الركبان. أيضا لا ننسى الحكومة الأردنية أيضا التي تقطع الطريق الدولي منذ أكثر من 9 أشهر عن مخيم الركبان، وما تلك المرأة السورية التي أسعفوها للولادة في الأردن وبعد ذلك أرادت أن لا تعود إلى مخيم الركبان، فكبلوها الإخوة في الأردن بالسلاسل وأعادوها. طيب، وكأنها سجينة إلى مخيم الركبان. هناك محاولات من النظام لإعادة النازحين بشكل قسري، برأيكم لماذا يصر النظام السوري على إعادة النازحين؟ نحن شاهدنا أن هذا الإصرار على إعادة النازحين بالإضافة إلى المراسيم الجمهورية، بالإضافة إلى المصالحات، بالإضافة إلى اللجنة الدستورية وإلى العلاقات الروسية مع هيئة التفاوض، كل هذه الأنشطة يسعى النظام وروسيا لإعادة تدوير هذه النفايات اللي هي النظام السوري العفن، ليكون أمام المجتمع الدولي وكأنه مجتمعا وكأنه دولة أو حكومة أو نظام متصالح مع هذا الشعب السوري. زورا وبهتانا يريدون إعادة تدوير هذه النفايات لإخراجها إخراجا مقبولا، وهذا لن يقبله إلا المجانين. كيف تقرؤون خطوة النظام بإصداره عفوا عن الفارين داخليا وخارجيا؟ أخي الكريم، مثل ما قال المثل العربي، اللي بجرب لمجرب عقله مخرب. أكثر من درعة وخيانات هؤلاء الذين وقعوا التصالح مع درعة، الخونة نفسهم الذين وقعوا معاهدات التصالح مع روسيا والنظام. امبارح أحد أهم القيادات الصلح جروا إلى المحاكم بتهم قضائية عن جرائم سابقة، وقالوا لهم نحن متصالحين سياسيا، لكن المسائل القضائية هي حق، في منها حق عام وفي منها حق خاص لا نمتلكه، وكبلوا بالسلاسل بعض القادة وسيكبل البقية. هذا النظام لا عهد له ولا ميثاق حتى مع الخونة الذين أصبحوا أذناب لهذا النظام. من ريف حلب الشمالي المتخصص في الشأن السوري السيد صالح فاضل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.